مرحبا بكم معايا اليوم في القناة شيوات مع رجاء. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله، وكنتمنى تتابعوني على القناة وتابعوني عندي وتعملوا لي لايك، وشكرا كاع اللي كيتابعوني وحتى اللي ما كيتابعونيش. وكما كتشوفوا معايا نهار جديد وفيديو جديد. اليوم كما كتشوفوا معايا غنحضر معكم واحد الوصفة صراحة اللي كتعجب الدراري الصغار بزاف، وأغلبية بالشوكولات صراحة كيموتوا الدراري الصغار على الشوكولات. كما كتشوفوا معايا غنحضر معكم اليوم بانكيك صراحة بواحد الطريقة اللي هي رائعة وكيصدق معانا صراحة 100%. ودابا غندوزو مكونات والطريقة ديال التحضير، وبسم الله على بركة الله غنبداو. دابا كما كتشوفوا عندي حبة ديال البيض، المهم حبة واحدة حجم كبير، وعندي كاس ديال العنبة ديال السكر سنيدة، وعندي كيس ديال الباني كما كتشوفوا معايا. غنضيفو على ديك الحبة تاع البيض وكاس تاع العنبة تاع السكر سنيدة، وغادي نخفقوهم مزيان كما كتشوفوا معايا. غنخفقو ديك السكر سنيدة حتى كدوب لينا ديك السكر سنيدة وديك الباني بحال هكا. نحاولوا نخفقوهم مزيان كما كتشوفوا. كما كتشوفوا معايا كنبقاو نطربو مزيان حتى داك اللون تاع البيض والسكر سنيده كتغير، كتولي اللون ديالو بيض، ما تبقاش داك البيض بوحدو والسكر سنيده بوحدو، كيولي بحال الكريمه كما كتشوفوا معايا بحال هكا. ودابا عندي هنا السطرو ديال الحليب، السطرو ديال الحليب غنضيفو على داك البيض والسكر سنيدة والباني، وغادي نخلط هكا مزيان كما كتشوفوا معايا. وعندي قبصة ديال الملح، وغادي نخلط مزيان بحال هكا كما كتشوفوا معايا. داك البياض ديال داك البيضه وحده وداك السكر والحليب كما كتشوفوا معايا ولات بحال الكسكوسه في ديك الخليط. ودابا ماني غادي نخفقوه مزيان حتى تخلط لينا دوك المكونات كما كتشوفوا معايا. غادي ناخذو دابا غادي ناخذو الكاكاو، المهم الكاكاو الشوكولاته غبره كما كتشوفوا معايا، وغادي نضيفو بحال هكا. نحاولو ندوجو في شي صفايه بحال هكا باش ما كيبقاوش دوك الحبيبات تاع الشوكولات بحال هكا. وداكشي اللي بقى كنحيدوه وكنخلطو. المهم عندي جوج كيسان ونص ديال الطحين، غنضيف دابا الكاس الاول ديال نضيف الكاس الاول ديال الطحين كما كتشوفوا معايا. كما كتشوفوا معايا ما تضيفوش الطحين مره واحده، كتبقاو تضيفوا كميه بكميه وكتخلطوا، وعاد كتعاودوا ثاني تضيفوا الكميه الاخرى. ولا كان عندكم خلاط كهربي من الاحسن تخلطوا فيه بحال هكا. المهم كنطربو مزيان حتى ما كيبقاش لينا الطحين فيه بحال هكا. وكما كتشوفوا عندي هنا ربع كاس ديال الزبده مذوبه، المهم القياس تاع جوج معالق ونص ذوبتها. ودابا غادي نضيفها من اللي درت داك الكاس ديال الطحين كما كتشوفوا معايا. كنخوي غير يعني ما كنخويهاش كلها في مره واحده باش ما كتجمدش ليا ديك الزبده معايا مذوبه.
وهنا عندي كيس ديال الخميرة ديال الحلويات كما كتشوفوا معايا، ديال 7 غرام. المهم الا كان عندكم حتى ديال 8 غرام تقدروا ديروه، المهم انا استعملت ديال 7 غرام. وغادي نخلطو دابا كما كتشوفوا معايا، وغنزيد كاس ونص صخر ديال الطحين كما كتشوفوا معايا، غنضيف الكاس وغنزيد نص كاس اخر وغادي نخلط مزيان. من بعد الخليط ديالنا فاش خلطته كما كتشوفوا هكا حتى صبح لي على هذا الخليط، يعني 2.5 كيسان ديال الطحين، الكاس ديال العنبه باش خديت العبار. ودابا غندوزو باش نطيبو كما كتشوفوا معايا. كما كتشوفوا عندي المقله درتها فوق العافيه، المهم والعافيه تكون مهيله عليه، حق هو اصلا كي دغيا كيطيب ما تحضيو معاه باش ما يتحرقش ليكم. ومن بعد كنضيفوه في المقله كما كتشوفوا معايا على هذا الشكل هذا، وكنخليوه حتى كتبان لينا راه بدات كتثقب من الفوق كنقلبوها، ما كنخليوهاش حتى كتطيب كلها، لا غير كتبدا تبان لينا بدات كتشد في الجناب ديالها وكنقلبوها مازال باقا خضره شويه، ما كنخليوهاش حتى كتنشف بالمره، عاد كنقلبوها كما كتشوفوا معايا، يعني باقا ما طابتش كلها وغادي نقلبوها بحال هكا، وكنقلبوها على هذا الشكل هذا وكتجينا بحال هكا، كلها خاصها تجينا محمره كلها، ما كيبقاش فيها كاع حتى هذوك الثقبات اللي كتجي بحال الشكل ديال البغرير، ما تبقاش فيها كما كتشوفوا معايا. وهذا البانكيك ملي وجدناه، وهذا تقدروا ترافقوه باي حاجه بغيتو نتومايا كما كتشوفوا معايا. المهم انا درت فيه الشوكولات وغندير فيه سكر كلاصي كما كتشوفوا معايا، وانتم تقدروا اي حاجه باش بغيتو ديروا البنان، اي حاجه بغيتو ديروها تمشي ترافق هذا البانكيك ديروها معاه. المهم هذا هو الطبق تاع اليوم، كنتمنى تتابعوني على القناه وتابوناو عندي وتعملوا لي لايك، وشكرا كاع اللي كيتابعوني وحتى اللي ما كيتابعونيش، ونتلاقاو بفيديو لاحق ان شاء الله. Cry. I never listen to your tears and praise.